تخليداً لذكرى يوم الشهيد. المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء نظمت حفل افتتاح الأسبوع الثقافي في التاريخ في طبعته الرابعة بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي بالجزائر العاصمة تحت شعار كلنا القدس، تزامناً والحدث الأليم الذي تعيشه الشعوب العربية الموصوفة بصفعة القرن. اليوم المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للشهيد نظمت اليوم حفل افتتاح الأسبوع الثقافي التاريخي في طبعته الرابعة. هذا الأسبوع الثقافي التاريخي الذي يتضمن فعاليات ثقافية وندوات فكرية وأيام دراسية، سيجوب هذا الأسبوع الثقافي 10 ولايات موزعة على إقليم الجزائر شرقا غربا وجنوبا ووسطا. الهدف من هذا النشاط هو تبليغ رسالة الشهداء إلى الجيل الحالي، إلى جيل الشباب والطلبة خاصة، وخصصت تقريبا هذه النشاطات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ثقافية وتربوية وتكوينية. طبعا اخترنا لهذا اليوم شعار كلنا القدس، ولا يخفى على الجميع وعلى السادة المشاهدين بأننا نعيش في هذه الأيام حدثا تاريخيا مفصليا في تاريخنا العربي والإسلامي، وهو ما يوصف بصفقة القرن، واللي هي صفعة القرن. هذا الحدث التاريخي الذي ألم كل المسلمين والعرب في المعمورة. بطبيعة الحال نحن تزامن تنظيمنا لفعاليات هذا الأسبوع الثقافي مع هذا الإعلان الذي خذلنا كعرب وكجزائري. شارك في هذه الاحتفالية نخبة من سفراء الثقافة الجزائرية من خلال ندوات فكرية متميزة تحكي جزءا كبيرا من تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة والأطياف المشاركة فيها. اليوم احنا لبينا دعوة الإخوة في المركز في اللجنة الوطنية المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة للاحتفاء بيوم الشهيد، واحنا كسفارة فلسطين دائما نحاول او نحرص دائما على مشاركة اخواننا الجزائريين في هذه الاحتفاليات. اليوم والله نحن سعداء جدا بالمشاركة مع المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، هذه المنظمة الرائدة في المجال الثقافي التاريخي التي دائما تعمل على إرساء المرجعية الوطنية. ونحن كمركز ثقافي إسلامي نملك تقريبا في كامل الولايات 48 ولاية فروع للمركز الثقافي الإسلامي، نفتح أبوابنا ونرافق هذه المنظمة الرائدة في نشاطات خاصة في إحياء المناسبات الوطنية والدينية.